جميعا واللقاء الجديد مع إحدى محاضرات ملتقى الباحثين في علم الأكاروس، ويسعدنا ويشرفنا حضور الزميلة الدكتورة هبة نصر، باحث أول بقسم بحوث أكاروس القطن والمحاصيل الحقلية بفرع معهد الوقاية بالمنصورة، وإن شاء الله هتتكلم معنا عن محاضرة عن الصوب الزراعية. مش يا دكتور، شكرا جزيلا لحضرتك ومساء الخير على حضراتكم. ان شاء الله المحاضره عنوانها اكارين از بايو كنترول ايجنت ان جرين هاوسز. كده تمام يا دكتور؟ فول سكرين. بالضبط، مظبوط يا دكتور، ان شاء الله تفضل. تمام. ان شاء الله هنتكلم النهارده عن الجرين هاوسز، نشاتها وتطورت ازاي لحد الشكل اللي احنا بنشوف عليه النهارده، وكمان هنتكلم عن اهم الافات اللي بتصيب المحاصيل داخل الصوب الزراعيه، وهنشوف ازاي بنقدر نعمل لها بيولوجيكال كنترول باستخدام الاكاروسات. في البدايه الجرين هاوس and the role of crop protection، المحاولات ان انا احاول ان انا احمي المحصول بتاعي من الظروف البيئيه الغير ملائمه واني في نفس الوقت احصل منه على نتاج عالي، دي محاولات ما هياش جديده، بالعكس دي موجوده من زمان جدا، من تقريبا من نهايه الامبراطوريه الرومانيه كانوا بيعملوا سراير متحركه بيتزرع فيها نبات الخيار، كانت بتتحط في الخارج لما بتكون الظروف البيئيه ملائمه وبيدخلوها في الداخل لما بتكون الظروف البيئيه غير ملائمه. السراير دي طبعا الخيار لسه في ناس بتزرعه بنفس الطريقه دي، دي طبعا صور حديثه للموبابل بيتس الخاصه بزراعه الخيار، لكن يعني عشان تدينا بس صوره او فكره لازاي كانوا هم بيعملوا كده زمان. كان وبعد كده الموضوع تطور شويه ان هو كان بيحاول يحمي من الظروف البيئيه بقى بشكل عام، تطورت انها بقت عباره عن بيوت من الزجاج، كان الهدف منها في البدايه فقط انها تحمي المحصول اللي عندي او الشيء اللي انا زرعه ده من الامطار. بعد كده بقى من نهايه القرن ال 15 لل 18 بدات تظهر سمبل فورمز من الجرين هاوسز دي، مع نهايه القرن 19 بدات تظهر بقى الصوب الزراعية دي بشكل تجاري لإنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة. الهدف بان انا بزرع محصول داخل الصوبه زي ما اتفقنا ان هم كانوا بيحاولوا يحموا المحصول في البدايه، بيحموه من ايه؟ بيحموه من الظروف طبعا البيئيه الغير مناسبه، من درجات حراره عاليه، من امطار، كمان بيقدروا يحموا من الامراض والافات. مش بس كده، انا لما بزرع المحصول داخل الصوب الزراعيه ده بيخليني اقدر ان انا امد فتره الكروبينج سيزون، عارفين اغلب المحاصيل بتبقى يا محاصيل صيفي يا محاصيل شتوي، فانا دلوقتي في الفتره اللي بيبقى مش ده الوقت بتاع زراعه المحصول ده انا اقدر ازرعه في الصوبه، اقدر اوفر له الظروف البيئيه الملائمه بالنسبه له، فبالتالي ان انا اقدر امد فتره تواجده، واغلب المحاصيل دلوقتي بقت متواجده عندنا طول السنه بفضل طبعا الجرين هاوس. المفهوم ده تطور مع نهاية الخمسينات كده وبداية الستينات، بدأت بقى مفهوم الجرين هاوس ينتشر بشكل كبير جدا. في البداية كان لزراعة الخضروات زي الطماطم والخيار والخس وطبعا الفراولة، بعد كده حصل شيفت كبير جدا من الخضروات دي للأورنامنتالز أو نباتات الزينة. البروتكتد ستراكشرز دي او ان انا بعمل حمايه للمحصول، ان انا بحطه في ايه؟ يا اما مثلا بتاخد شكل الجرين هاوس دي تاخد شكل الهاوس، شكل بيت كده بيبقى متغطى يا اما بالشبك يا اما بالبلاستيك، يا اما بتاخد شكل التانل ده يا اما يبقى هاي تانل وده شكل الصوبه المعتاد اللي احنا كلنا معتادين عليه، يا اما بيبقى لو تانل بيبقى الخط او المصطبه بالكامل متغطيه البلاستيك بالشكل ده. في اللو تانل يا اما عندي بيكون الخط بالكامل متغطي يا اما بيبقى فيه ثقوب في الغطاء ده، بتبقى فوق الجوره بتاع النبات موجود ثقب بيطلع منه النبات، كل دي وسائل ان انا بحمي بيها النبات اللي عندي. ده طبعا الطريقه دي بتبقى منتشره جدا في زراعه نبات الفراوله وبيتزرع بالطريقه دي في مناطق كتير جدا في الاسماعيليه.
طيب التايبس بقى بتاع البروتكتد ستراكشرز دي، في تايبس كتير منها طبعا على حسب الفريم بتاعها. الفريم يا اما في البدايه كان بيبقى من الخشب، وبعد كده تطور شويه وبدا يتعمل من المواسير البلاستيك، بعد كده بدا يبقى من المعدن وبياخد شكل هندسي اللي هو شكل الجمالون. هي عباره عن مثلثات بتبقى متداخله مع بعضها، يعني الراس مع القاعده او القاعده دي مع الجانب المثلث الثاني، بتبقى متداخله بشكل مع بعضها بحيث انها تكون لي السقف الخاص بالجرين هاوس، ودي بتستخدم في الصوب الحديثه. طبعا احنا اتكلمنا على التايبز الخاصه بالبروتكتد ستراكشرز، هنتكلم بقى دلوقتي عن المحاصيل اللي بتتزرع في تحت المسمى ده. اهم المحاصيل اللي بتتزرع في الجرين هاوس يا اما بتبقى محاصيل خضر زي ما اتفقنا، زي الطماطم والخيار والفلفل الخاص، يعني اغلب محاصيل الخضر دلوقتي بقت بتتزرع داخل الصوب الزراعيه. بعد كده عندي كمان الفراوله، وعندي كمان النباتات من الاورنمنتال، كل النباتات اللي بتستخدم في اللي هي في صناعه العطور زي القرنفل والروز والشربره والاوركيد، كل الحاجات دي من المحاصيل اللي حاليا بتستخدم في يعني بتتزرع في الصوبه. النباتات دي دلوقتي او المحاصيل دي بتتزرع في سيستم شبه مغلق، فبالتالي برضو مع كده بتبقى عرضه للاصابه بالافات، وبل اخطر كمان لو دخلت عندي افه عن ما تبقى موجوده في الاوبن فيلد، لان انا لما بتخش عندي الافه انا عامله لها نظام شبه مغلق، فانا كمان كده يعني مش بحمي المحصول بس، انا طالما دخلت الافه انا كده بحميها كمان، هي كمان معايا من الناتشورال انمي الخاص بيها، فلازم اخد بالي كويس قوي لما يكون عندي تبقى عندي اصابه، لازم التدخل بيبقى سريع جدا عشان ما اخسرش المحصول بتاعي. بدا يبقى في يعني هدف كبير جدا من ان انا اعمل محاصيلي داخل الجرين هاوس، وان انا اعمل لها مكافحه باستخدام البيولوجيكال كنترول، مع زياده طلب المستهلك مش بس الخارجي كمان المحلي للجرين بروديوس او الكروب اللي هي بتبقى اورجانيك، بدات تزيد الطلب عليها جدا محليا وخارجيا. كمان مع زياده الريستكريشن اللي بتحط على البيستيسايدز، طبعا كل شويه بنبص لاقي المواد دي لقيت منعت لقيها طرق معينه في الاستخدام. طبعا كمان المبيدات بتعمل لي ريزيستنس، وبنسجل ريزيستنس كتير جدا لمجموعات من المبيدات دي على الافات المختلفه، عشان اقدر اتلافى كل ده احصل على منتج اورجانيك وفي نفس الوقت اتلافى كل مشاكل المبيدات دي، طبعا البيولوجيكال كنترول هي الكيورد في الموضوع ده. بالنسبة لأهم الأفات اللي ممكن تصيب للمحاصيل داخل الجرين هاوس، عندي ممكن تبقى فيه أفات حشرية وأفات أكاروسية. من الأفات الحشرية عندي بيكون موجود التريبس تبع الثيثانوترا، وعندي الوايت فرايز تبع الهيمترا، وكمان عندي من الأفات الأكاروسية طبعا السبايدر مايت، أهم أفة أكاروسية ممكن تصيب المحاصيل سواء في الجرين هاوس أو في الأوبن فيلد، التترانيكا سيورتيكا طبعا تبع البروستيجماتا، والراست مايت تبع طبعا السبايدر مايت بروستيجماتا تترانيكيدي، الراست مايت بروستيجماتا برضو بس تبع الاوريوفيدي، والبرود مايت تبع البروستيجماتا برضو بس تارسوميدي. فطبعا فم الاوردر بروستيجماتا في منه اكاروسات كتير جدا بتصيب المحاصيل داخل الصوب. كل الافورتس دلوقتي ان انا اعمل كنترول للبيست عن طريق الناتشورال انمي الخاص بيها. احنا هنتكلم النهارده مش بس على الناتشورال انمي عموما للافات دي، لا هنتكلم الموجود بصوره تجاريه، يعني انا هتكلم عن الاكاروسات الموجوده عندي بصوره تجاريه اللي انا اقدر اروح اشتريها بالظبط زي ما بشتري البيستيسايد او الاكاريسايدز موجوده في عبوه. اهم الناتشورال انيميز الموجوده بالشكل ده بينتموا لاثنين فاميلي، اللي هي الفاميلي فايتوسيدي والفاميلي اللابيدي، الاثنين تابعين لسب اوردر ميزوستيماتا او متوسطه الصغر التنفسي. طبعا اتفقنا ان اهم المحاصيل عندي اللي هي محاصيل الخضر ومحاصيل وبيصيب كمان اللي هي اللي بتتزرع كمان في الجرين هاوس النباتات الزينه. طريقه بقى استخدامي للناتشورال انمي دي بتختلف على حسب اذا كان المزروع داخل الجرين هاوس ده نبات ادبل هيتاكل او هو اورنمنتال. الكونسيرن عندي بيختلف خالص، لو انا عندي النبات ده او المحصول ده بيتاكل انا بيبقى كل هدفي منه ان انا اخلي
مستوى يعني ان الآفة تبقى موجودة عندي تحت الحد الاقتصادي الحرج بتاعها عشان ما تأثرليش على المحصول. انا بتدخل بالناتشورال انمي في حد انه يخلي الآفة تحت مستوى الاقتصادي الحد الاقتصادي الحرج. في الحالة دي انا هبقى بستخدم الناتشورال انمي فهحصل على كواليتي عالية للمحصول اللي عندي وكمان هحصل على ييلد عالي. طب لو انا المحصول ده لا اورنامنتال في الحاله دي الهدف عندي هيختلف خالص. انا مش هبقى عايز اخلي الافه لا تحت الحد الاقتصادي الحالي بتاعها، لا انا عايز اعمل اليمينيشن تام للافه لان اي تشوه في الاوراق او الازهار الخاصه بالنبات ده بيتقلل لي من الفاليو الخاص بالمحصول. فانا لازم اعرف انا هتدخل امتى وهتدخل بايه والمحصول المزروع على اساسه انا هعرف انا محتاج اوصل مستوى الافه عندي لحد ايه بالظبط. فانا لما هستخدم ناتشورال انمي لازم يديني نفس التاثير اللي بيدوني البيستيسايد بالظبط. البيستيسايد بيعمل ايه؟ بيعمل رابيد كيل للبيست اللي عندي، بيعمل لي خفض سريع لتعداد الافه. لو الناتشورال انمي ان انا هستخدمه مش هيديني نفس التاثير يبقى المفروض ان انا ما اتدخلش بشكل ده لان انا هاذي الفلاح اللي عندي وهضر بالمحصول. طيب عشان استخدم بقى الاكاروسات كبايوكنترول ايجنت اتفقنا ان انا عندي اثنين فاميلي موجودين بشكل تجاري، الفاميلي فيتوسيدي والفاميلي ليلابيدي. الفاميلي فيتوسيدي دي فاميلي كبيره جدا من الاكاروسات المفترسه بتتغذى في العاده على حبوب اللقاح. تم تسميه حوالي 1700 نوع منها لحد دلوقتي، حوالي 20% منهم 20 نوع منهم بس اللي حاليا بيحصل لهم ماستر وعن طريق حوالي 50 شركه وبيتباعوا على مستوى العالم. الفيتوسيدي ممكن يكمل دوره حياته في حوالي اسبوع والفيميل ممكن تحط من 30 ل 80 بيضة على حسب النوع. ممكن طبعا بنلاقيه بيعيش على النبات لكن ممكن احنا نلاقيه موجود في التربة. الفيتوسيدي قسموها لي بعد كده لأربعة كاتيجوري على حسب الفيدنج هابيتات بتاعها. عندي تايب 1 اللي هو بيشمل الأكاروسات المتخصصة، يعني أكاروس متخصص على نوع واحد فقط من الأكاروسات اللي بتعتبر تعد كآفة، زي عندي اللي هو الفيتوسيلس سبيشيس ده متخصص على التترانيكس فقط، يعني لو ما لقاش التترانيكس ما يقدرش ان هو يتغذى، يا اما بي 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 بينتشر بقى ويشوف يدور على الآفة بتاعته في مكان تاني يا اما او الفريسة بتاعته في مكان تاني يا اما بيموت يعني. فالفيتوسيلس سبيشيز بنوعين الفيتوسيلس برزيميليس والفيتوسيلس ماكروبيليس الاثنين متخصصين فقط على التترانيكس، لكن هنا انا ذكرت الفيتوسيلس برزيميليس بس لان هو اللي ليه منتج او عبوه تجاريه اقدر ان انا اشتريها. الماكروبيليس بيتربى في صوب واغلب الاراضي اللي بتتزرع فراوله الموجوده في منطقه الاسماعيليه بتبقى عامله صوب خاصه جنب الارض بتاعتها او الصوب اللي هي بتزرعها، صوب خاصه لانتاج المفترس. طبعا بتبقى مزروعه على نبات الفاصوليا لان الفاصوليا طبعا بتصب العنكبوت الاحمر بشكل كبير جدا وبيتربى عليها، وبعد كده بعملها طبعا عدوى بالتترانيكس وبعد كده بتحط عليها المفترس، ولما بتزيد اعداده بيبدا ان هو يتنقل بالاوراق كده في قلب اكياس وفي ايس بوكس على طول على ما انا انقله واوزعه بتوزع على النباتات مباشره، انما مش موجود منه اللي هو الماكروبيليس مش موجود منه عبوات. فالفيتوسيلس برزيميليس هو الموجود منه عبوات تجاريه وطبعا كفاءته عاليه جدا في فحت التترانكس لانه متخصص فقط على النوع ده. تايب 2 اللي هو السبايدر مايت بالنسبه له هو التارجت بس لكن هو مش ريستريكتد، مش هو ده بس يعني هو الافه الاساسيه بتاعته، لكن في عدم تواجدها ممكن يتغذى على حاجات كتير تانية، اي سمول مايتس تانية او حبوب اللقاح او حتى على الافرازات النباتيه اللي بتخرج من النبات زي نيوزيلس بنوعين نيوزيلس كاليفورنيكس ونيوزيلس كيوكامبرس. تايب 3 اللي هو بقى جنرال بريدتور بيتغذى على او بيفضل افات تانية غير السبايدر مايت، يعني مثلا بيتغذى على التريبس والوايت فلاي، لكن لو مش متواجدين ممكن يتغذى على السبايدر مايت زي الامبليسياس سويركي. بعد كده تايب 4 هو جنرال بريدتور لكن في العادي بيفضل التغذيه على حبوب اللقاح افضل من الافتراس وما بيفضلش خالص التغذيه على السبايدر مايت لانه ما بيقدرش اساسا يتواجد على الاوراق اللي بتبقى متواجد عليها السبايدر مايت. احنا عارفين طبعا العنكبوت الاحمر بيعمل خيوط عنكبوتيه على الاوراق فهو ما بيقدرش يتحرك بسهوله على الاوراق اللي عليها الخيوط دي، فما بيفضلش افتراس العنكبوت الاحمر زي الاويسس. طيب من الأربعة طيب دول إيه بقى الطيبس اللي بتستخدم في الصوبة في مكافحة الأفات؟ من طيب 1 الفيتوسيلس برزيميليس ومن طيب 2 النيوزيلس بنوعيه كاليفورنيكاس وكيوكامبرس ومن طيب 3 الأمبليسيس ويركي والطيب 4 ما بيستخدمش كبيولوجيكال كنترول داخل الصوبة. أول حاجة بالنسبة للفيتوسيلس برزيميليس
بالنسبة للفيتوسيلس برزميليس عرفنا ان هو بيكمل دورة حياته في اقل من اسبوع، وده بيبقى شيء مميز جدا لما يبقى المفترس اللي عندي دورة حياته اقل من دورة حياة الفريسة. الفيميل ممكن انها تحط لي حوالي 80 بيضة. طبعا تمييزه على الاوراق بيبقى سهل جدا الفرق بينه وبين التترانيكاس، طبعا زي ما احنا شايفين الفرق واضح في اللون، وكمان الفيتوسيلس بيبقى اكبر في الحجم، اسرع على الورقة كتير جدا، ارجله بتبقى طويلة، الارجل الامامية بتاعته بتبقى متجهة للأمام كما لو كانت البيدي بالب بتاعه يعني بتحسس بيها الورقة. هو بيفضل طبعا، أو هو مش بيفضل، هو متخصص على التترانيكاس يورتيكا فقط، بتغذى على التترانيكاس فقط، التترانيكاس سبيشيز، وبيفضل كمان النباتات اللي المجموع الخضري بتاعها بيكون قصير. لو ما لقاش التترانيكاس زي ما اتفقنا، يا اما بيتحرك ان هو يتغذى على اي نوع تاني، سوري، ان هو يدور على النوع بتاعه في مكان تاني، يا اما بيجوع بيموت. طبعا قدرته على نوع الكنترول للسبايدر مايت عاليه جدا، ولذلك في يعني اغلب الشركات اللي بتعمل بيولوجيكال كنترول بتنزل منه عبوات بمسميات كتير جدا، متواجد طبعا على مستوى العالم. العبوه بيبقى فيها حوالي 2000 مايت، ممكن انا اعمل لها ريليز في مساحه 700 متر مربع، في صوبه مساحتها 700 متر مربع، بتتكلف حوالي $60 بمصاريف الشيبنج كمان بتاعتهم، فده طبعا يعني مش غالي جدا مقارنه بالبيستيسايد، ومقارنه كمان بالعائد، لان المحصول اللي بيتكافح بالطريقه دي طبعا بيبقى التسويق بتاعه بيبقى مختلف جدا، المزارع بتاعه كمان بيبقى يعني نوعيه مختلفه عن الفلاح العادي، لانه بيبقى اغلب المحاصيل دي بتبقى للتصدير، فبيبقى طبعا هو ما عندوش مانع انه يصرف، لان العائد بيبقى مختلف طبعا عن العائد للمحصول العادي. بعد كده عندي النيوزيلاس كاليفورنيكاس، ده تبع طيب، اتفقنا ان هو طبعا بيتغذى، طبعا القفه الاساسيه بتاعته هي السبايدر مايت، لكن لو ما تواجدتش ممكن تغذى على حبوب لقاح او اي حاجات تانية، اي انيمال دايت موجوده. طبعا هو بدوره حياته من حوالي من 5 ل 10 ايام، والفيميل بتاعته ممكن تحط حوالي 30 بيضه. الميزه هنا في نيوزيلاس كاليفورنيكاس انه يقدر يميز كويس قوي بين التارجت بيست بتاعته واي افه تانية، يعني هو يقدر يميز اذا كان اللي بتغذى عليها دي تترانيكاس ولا لا، يعني لو تواجدت تترانيكاس مع اي افه تانية لا هو هيتغذى على التترانيكاس، لكن ما بتغذاش على اي افه تانية الا لو التترانيكاس مش متواجد، فهو بيقدر يميز الافه الاساسيه بتاعته او الفريسه بتاعته كويس قوي. كمان هو طبعا بولي فاجس، وقدرته على التحكم في التترانيكاس كويسه، بيتحمل مدى واسع من الحراره والرطوبه، ولذلك طبعا برضو بيحصل له ماس ثريدنج، متواجد باشكال كتيره سواء عبوات او اظرف بشكل تجاري. نيوزيلاس كيوكيمرس كان من اول الفيتوسيدي اللي تم اثبات ان هم بيتغذوا على التريبس، لكن ما تمش استخدامه في مكافحه التريبس في الصوب الا من وقت قريب. هو بيتحمل فيه العبوات بتاعته زي ما احنا شايفين كده على الرده، وبيتحط مع الرده الحلم المواد المخزونه التيروفاجس بتروسنشيا، هو بيتغذى عليه، وبيتحمل كمان ظروف التخزين البارد، يعني ممكن الفيميل لو اتحطت عند درجه حراره 9 تفضل عايشه لحوالي 4 شهور، وبمجرد انها تتحط في درجه الحراره العاديه وطبعا تلاقي السيوتبل براي بتاعتها بتبدا انها تكمل دوره حياتها، ممكن خلال 3 ايام تبدا تحط بيض، ودي بتبقى ميزه كويسه جدا في منتج المفروض ان هو بينزل الاسواق فقدره تحمله عاليه. بعد كده من طيب 3 اللي هو الامبريسيا سويركي، اتفقنا ده طبعا التارجت بيست بتاعته بتبقى حاجه ثانيه غير التترانيكاس، هو في الاساس بيتغذى على التريبس والوايت فلاي، ولو ما تواجدوش ممكن يتغذى على اي حاجه ثانيه بقى، اي حشرات السكيل انسكت او الهاني ديو بتاعها. الجينيريشن بتاعه بياخد من حوالي اسبوع في درجه حراره 25 ل 27، وبيعطي على حبوب لقاح حوالي 60 بيضة. كمان هو بيستخدم في الصوة في مكافحة الوايت فلايز والتريبس، متواجد منه أشكال برضو كتيرة كعبوات أو أظرف متواجد في الأسواق. دي فاميلي فيتوسيدي والتلاتة طيب بتوعها. تاني فاميلي بقى اللي هي فاميلي للابدي، دي فاميلي كبيره برضو وبتحتوي على اكاروسات، يا اما اكاروسات متطفله يا اكاروسات مفترسه. الاكاروسات المفترسه بتفضل انها تتواجد في التربه، وفي بعض الاكاروسات بتبقى موجوده في المواد المخزونه. حجمه بيكون من حوالي من 6 من 10 ل 1 من 10 في الطول بتاعه، وممكن بيكمل دوره حياته من اسبوعين لثلاثه. في نوعين اثنين فقط تابعين لفاميلي للابدي،
بيكونوا يعني موجودين تجاريا، اللي هو الجيو لابس اكيوليفاير اللي كان بيعرف في التسميه القديمه بالهايبو اسبس، والاستريشيو لابس اسكيوميتس اللي كان بيعرف في التسميه القديمه بالاستريشيو لابس مايلز. الاثنين بريدتور دول بيفضلوا طبعا المويست بس مش الساتوريتد سويل، بيقدر ان هو يعيش على اي انيمال دايت موجوده في التربه. احنا قلنا من شويه ان هو دوره حياته ممكن تاخد من اسبوعين لثلاثه، فانا ممكن اقول ان دي فتره طويله جدا انه يكمل دوره حياته، بس هو ممكن يعيش فتره طويله من دون اي غذاء، حوالي 4 أسابيع من غير غذاء خالص، وكمان ممكن يتغذى على اي انيمال دايت موجوده في التربه. فانا ممكن يعني اعمله استابليشنج في السويل من قبل اصلا مزرع الصوب عندي، فده بيبقى كانه بريفنتيف مانجمنت وبيبقى شيء كويس جدا، زي ده اللي هو الجيو لابس اكوليفاير والاستريشيو لابس اسكيمتس. بالنسبه للجيو لابس اكوليفاير هو طبعا سويل مايت، بيتغذى على اي سويل دويلنج موجوده في التربه من النيماتودز، الفلاي لارفي، من اي اكاروسات زي البالب مايت، كمان ممكن يتغذى على التريبس، وهو التارجت بيست بتاعته عند استخدامه في الصوب هو التريبس. طبعا احنا عارفين التريبس بينزل يعزر في التربه، فهو بيكسر دوره الحياه بتاعته من في الحلقه دي. طبعا برضو الاستريشيو لابس سكيوميتس ده برضو سويل مايت، بيتغذى على كل بقى برضو اللي موجود في التربه، شور فلايز، الفانجس، جينات، التريبس، زي ما اتفقنا ان هو ممكن هو الفيميل بتاعته تفضل عايشه فتره طويله جدا من غير تغذيه، حوالي 4 أسابيع، وبعد كده اول ما بتلاقي التغذيه ممكن انها تبدا تحط بيض على طول تعيش ممكن حوالي اربع شهور. طبعا بتواجد منه باشكال مختلفه في اجوله او في عبوات. دي فاميلي تايد دي. طب انت قلتي دلوقتي ان الاشهر اغلب اللي هو الناتشورال انمي الموجوده في عبوات تبع لفاميلي فايتوسيدي وفاميلي ليلابيتي. طب ليه فاميلي تايد دي؟ الفاميلي دي هي فاميلي كبيره جدا من السمول سوفت بادد مايتس، هي طبعا برضو طبعا للبروستيجماتا، هي شركه واحده فقط اللي بتنتج منتج منها عن اللي هو المايت هومو بروميناتس كروناي. المايت ده وجد ان هو بيعمل كنترول هايل جدا للمايت داخل الجرين هاوس. الفيميل بتاعته ممكن تحط حوالي 45 بيضه وبتغذى على بتحمل على حبوب لقاح. هي شركه واحده فقط اللي لسه يعني منتجه المنتج ده، حتى انا ما قدرتش اجيب صوره المنتج لان معمول له كوبي رايت، بس انا قلت برضو انوه عنه لان طالما بدات شركه انها تنتجه وبتقول ان هو بيدي نتائج كويسه ان هو اكيد طبعا هي يعني باقي الشركات طبعا هتتوالى انتاجه يعني. انا دلوقتي خلاص انا حصلت على العبوه الخاصه بالناتشورال انمي اللي عندي، وانا عايزه بقى اعمله ريليز في الجرين هاوس اللي عندي. اعمله ريليز ازاي؟ زي ما اتفقنا طبعا، هو يا اما يجي مثلا عندي في عبوات كده كبيره او صغيره، انا بعمل خروم في الغطاء بتاع العلبه او الزجاجه اللي عندي البوتل، وببدا ان انا انشرها في الجرين هاوس على النباتات. لو هو مثلا بيجي في كيس كبير كده، باخد مثلا بكوبايه بلاستيك وببدا ان انا برضو اعمل له سبريد في الصوبة عندي. طيب انا برضو ممكن بيجي في صوره اظرف زي ما احنا شايفين كده، فالاظرف دي بتبقى اسهل في الاستخدام وبتتعلق على الاقرع الصغيره بتاعه النبات، ويا اما بتبقى ورقيه كده فانا بعمل لها فتحه، وفي بعض اكياس بيبقى فيها زي ما احنا شايفين ثقب هنا كده، وبتبقى دي منطقه ضعيفه في الكيس، انا اول ما بعلقها بضغط عليها بتقوم تتفتح وبيبدا بقى الاكاروس ينتشر منها على النبات. في طريقة تانية برضو اللي هو طبعا كلنا عارفين ده اللي هو البلاور، بس هو هنا شغال بالبطارية، بيتركب له الجزء ده على النوز بتاعه وبيتعلق فيه البوتل الخاصة بالناتشورال انمي، وببدأ ان انا يعني يتعمل له ريليس في الصوبة عندي. يا اما بقى في شيء حديث خالص اللي هو الايروباك، ده بيبقى فولي اوتوماتيك، بتبقى الناتشورال انمي موجود عندي هنا في العبوات المتواجده دي، وبتبقى متعلقه كده في على الـ على الـ
سير كده فوق في 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 الصوبه من فوق، وبتبدا تتحرك طبعا بالكمبيوتر، بتبقى متظبطه، وبيبدا ان هو يمشي ويعمل ريليز للمفترس في الصوبه كلها، يا اما بتبقى متعلقه فوق كده، يا اما بتبقى في صوب اخرى بيبقى فيها القضبان دي موجوده تحت، وبيبقى ماشي كده زي ما يكون روبوت في وسط الصوبه، بيبدا يتحرك عليها كانها قضبان سكه حديد كده، ويبدا يعدي عليها ويعمل ريليز للمفترس في الصوبه بالكامل، وده بيبقى شيء يعني متطور. طبعا برضو في الزراعات المجمعه ممكن انا استخدم اللي هي الطياره، الطياره دي اللي هي بتكون طيار، بيتعلق برضو فيها البوتل الخاصه بالمنتج اللي عندي، وبيتعمل ريليز برضو على اللي بتستخدم في اللي هي المساحات الكبيره. طبعا انا مش عملت ريليز، انا عملت ريليز وخلاص، لا طبعا المتابعه شيء اساسي جدا. انا في الاساس خالص اول قبل ما ابدا اعمل ريليز لازم اتابع، او قبل ما اعمل ريليز ببدا ان انا انزل الجرين هاوس، وابدا ان انا اخد تعداد للقافه عندي، وابدا ان انا اشوف لو انا هستخدم طبعا ناتشورال كنترول، الحد الاقتصادي بالنسبه للاكاروسات تخصصنا من 1 لـ 3، من 1 لـ 3 ده شيء كويس جدا. انا ابدا اتدخل دلوقتي، اقدر ان انا اتدخل ببيولوجيكال كنترول. لو عالي عن كده، لو مثلا من 3 لـ 5، لا ما اقدرش ان انا اقول هتدخل ببيولوجيكال كنترول وهدي دي النتيجه اللي انا محتاجاها. انا وقت ساعتها لا خلاص انا ما كنتش بعتني بالفيلد بتاعتي كفايه، فان في الجرين هاوس بتاعتي كفايه، فانا ما اقدرش اتدخل دلوقتي ببيولوجيكال كنترول، لازم اتدخل مثلا باي مبيد حيوي. لو عالي عن 5 كمان ما اقدرش ان انا لازم استخدم دلوقتي اكاري سايت، ما اقدرش ان انا اتدخل باي بيولوجيكال كنترول، مش هتديني اي نتيجه. يعني لو عندي نسبه الاصابه في الفيلد 5 فما فوق، وبقول ان انا هستخدم بيولوجيكال كنترول وهتديني نتيجه، عمرها ما هتدي نتيجه. فانا لازم اكون متابع من الاساس خالص، من 1 لـ 3 دي النسبه الامثل لاستخدام البيولوجيكال كنترول. وكمان عملت ريليز، مش هقول ان انا خلاص عملت ريليز وخلاص، لا انا دلوقتي لازم ان انا اتابع برضو، اخد تعداد للمفترس، اخد تعداد للفريسه، عشان اشوف لو انا هعمل سكند ريليز لل المفترس اللي عندي. كمان لازم اعرف اذا كان هيحصل انتر اكشن بين المفترسات دي ولا لا. يعني انا مثلا هعمل اطلاق، عندي مثلا تريبس وعندي سبايدر مايت موجود في الجرين هاوس، طيب هل انا ممكن اطلق مثلا اقول مثلا هطلق الفيتوسيلس على اساس ان هو متخصص، وهجيب الامبريسياس يقضي لي على التريبس، هل ممكن دول يبقوا سوا؟ طب انا ما اعرفش ده كائن حي، هل هي 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 يعني هي اما هيعمل لي تحسن للنتيجه، اما هيسوق لي النتيجه، اما ما يدينيش فرق من ان انا استخدم واحد لوحده، ودي برضه تبقى نتيجه سيئه، لان انا هبقى كده كلفت الفارمر اللي عندي كلفه اعلى. فلما عملنا تجارب لقينا مثلا لما عملنا ريليز النيوزيلس كاليفورنيكاس مع الفيتوسيلس برزيميليس، وجدنا ان هو بيديني النيوزيلس بيقدر ان هو يقضي على الفيتوسيلس وبيحل محله، بغض النظر حتى لو نسبه الفيتوسيلس كتير، لا بيقضي عليه، وده نتيجه ان النيوزيلس بيقدر ان هو يتغذى على الاطوار اللي هو الكاليفورنيكاس، بيقدر يتغذى على الاطوار الغير كامله للفيتوسيلس برزيميليس، فانا دول ما اقدرش اطلقهم مع بعض. طيب جينا نشوف لو نسبه الفريسه عالية. لو نسبة الفريسة عالية موجودة عندي بشكل كبير جدا، النيوزيلس بتغذى والفيتوسيلس بتغذى ومفيش مشكلة. أول ما تبدأ نسبة البريت إل يبدأ بعد كده النيوزيلس يتغذى على الفيتوسيلس، وده طبعا بيبقى شيء إحنا كنا وقفنا عن إحنا كنا بنتكلم إن أنا لما أجي أعمل ريليز للمفترسات دي طبعا زيها زي أي كائن حي، فأنا لازم أحاول إن أنا يعني أشوف هل هيحصل بينهم إنتر أكشن ولا لأ. فكنا وصلنا إن إحنا لما عملنا إطلاق نيوزيلس كاليفورنيكاس مع الفيتوسيلس برزيميليس، وجدنا ان هو نيوزيلس كاليفورنيكاس بيحل محل الفيتوسيلس برزيميليس حتى لو الفيتوسيلس برزيميليس موجود بنسبه اعلى من نيوزيلس، وده لان نيوزيلس بيقدر ان هو يتغذى على الاطوار الغير كامله الخاصه بالفيتوسيلس. لما زودنا تعداد الافه بس كان هنا بقى ما كانش تترانيكاس يورتيكا، كان تترانيكاس سينيبرينس، لما زودنا تعداد الافه وجدنا ان طول ما تعداد الافه عالي كان التترانيكاس او النيوزيلس كان بيتغذى والفيتوسيلس كمان بيتغذى. اول ما بدا التعداد الافه يقل بدا يرجع تاني نيوزيلس يحل محل الفيتوسيلس برزيميليس، فده معناه ان الاثنين دول ما اقدرش استخدمهم مع بعض. كمان لما حاولنا نستخدم النيوزيلس كيوكامبريس مع الامبريسا السوركي، لقينا في الحاله دي ان الامبريسا السوركي بيقدر ان هو برضو يحل محل النيوزيلس كيوكامبريس، وطبعا كل ده لان هم دول كلهم تابعين للفيتوسيلي، كلهم تابعين لنفس الـ يعني تابعين لنفس الفم.
طب لو انا عملت بقى انتراكشن بين الفيتوسيد دي واي بيولوجيكال كنترول تاني، يعني مثلا لو انا حطيت معاه مثلا حاجه مش من فاميلي فيتوسيد دي، مثلا فاميلي تانية زي فاميلي لابدي، او طبعا بج مثلا من الهيمبترا، او ليدي بيتل مثلا من الكليوبترا، هل برضو هيعمل لي نفس التاثير ولا لا؟ فلما استخدمنا مثلا الاورياس مع الاورياس انسيديوس مع الفيتوسيلس برزيمينيس عشان ان احنا نعمل كنترول للتترانيكاس مع الدريبس، وجدنا ان الاورياس قضى بشكل هايل على الدريبس، والفيتوسيلس قضى كمان عمل كنترول هايل جدا للتترانيكاس بدون ما يعملوا اي تضاد مع بعض، فكان اطلاقهم مع بعض شيء كويس جدا. لكن لما اطلقنا الاورياس نوع ثاني من الاورياس اللي هو الاورياس ليفيجاتس مع نيوزيلس كيوكيمرس، وجدنا ان الاورياس بتقدر انها تتغذى على كل الاطوار الكامله والغير كامله لنيوزيلس كيوكيمرس. طبعا انا يعني مهتمه ليه بالجرين هاوس، او ان احنا ليه نحاول ان احنا بقدر الامكان ان احنا نزود فيه التواجد الصوب الزراعيه، وان انا اعمل لها كنترول بالبيولوجيكال كنترول بعدم استخدام البيستيسايد او الاكاريسايد. اولا الصوب الزراعيه بتقلل لي من الهدر في الميه، لان اغلبها بيتم الري فيه طبعا بالتنقيط، بتدي لي فجوه غذائيه كبيره جدا، واغلبها طبعا محاصيل الخضر، استهلاك طبعا محلي او تصدير للخارج. الصوبه الزراعيه ممكن تديني وفره في الانتاج الزراعي بتعادل 10 اضعاف اللي ممكن تدهوني الاوبن فيلد، لكن ده طبعا ما يلغيش الاوبن فيلد، لازم يبقى فيه تكامل بين الاثنين عشان نقدر نسد الفجوه الغذائيه. طبعا بتوفر لي محصول زراعي في غير الموسم بتاعه، فده طبعا بيديه طبعا بيبقى سعر مختلف، وكمان بيوفره لي طول السنه، كمان بيوفر لي منتج ذو جوده عاليه وخالي من متبقيات المبيدات. البروتكتيف كالتيفيشن او استخدام الجرين هاوس في الزراعه هتخلي الزراعه شيء مربح بالنسبه للمزارع. طبعا الزياده في الرقعه الزراعيه عندنا طبعا تعتبر غير محسوسه، الدولة بتحاول بقدر الإمكان إنها تزود طبعا الرقعة الزراعية، لكن الزيادة السكانية بتيجي تعادل ده وزيادة طبعا، فلازم يبقى في توسع افقي يتماشى مع الزياده السكانيه دي. مصر قطعت شوط كبير جدا في الموضوع ده، طبعا كلنا عرفنا المشروع القومي للصوب الزراعيه بيستهدف زراعه 100,000 صوبه، طبعا ده هيساعد جدا في تصدير منتجات الخضار والفاكهه لاغلب الدول العربيه المجاوره لينا، وطبعا كمان الصوب الزراعيه دي هتوفر في استهلاك الميه، وطبعا مشكله الميه اللي احنا حاليا كلنا فيها بتستهلك حوالي 60-70% اقل من الميه اللي بتستخدمها في الزراعات المكشوفة. كمان في المشاريع دي هيبقى في موجود وحدات لتصنيع غذائي جنب الصوب دي، وده طبعا شيء مميز جدا. في حوالي 600 بيت زراعي، المساحة كل بيت زراعي بتبقى كبيرة جدا، حوالي 2.5 فدان. الهدف ان هم ينتجوا حوالي 1.5 مليون طن سنوي من الخضروات، ودي طبعا يعني بتعادل انتاجية اكتر من 150,000 فدان من الزراعات المكشوفة. ده شكل طبعا المشروع الصوب الزراعية في منطقة العاشر من رمضان. طبعا شيء مبهر جدا، مميز موقعه طبعا لانه قريب من مينا دمياط وشرق التفريعه ومينا الادبيه ومينا العين السخنه، فده طبعا بيبقى شيء مميز جدا في التسويق. بتزرع فيه كافه انواع الخضر والفواكه، في مشروع متكامل معاه عشان نكمل بقى ال 100,000 فدان، مشروع صوب قاعده محمد نجيب، ده طبعا اتفتح ويعني شغال برده من 17 اغسطس 2019، بتكون من 1,302 بيت زراعي عملاق، بتوزعوا على ثلاث مساحات. يعني الميزه هنا ان هو موجود جنب منه محطه فرز وتعبيه، وقريب طبعا من المواني برضو زي مينا اسكندريه ومطار برج العرب ومينا الدخيله. ده طبعا شكل المشروع من فوق، يعني طبعا مساحات كبيره جدا، طبعا بتزرع فيهم برضو كافه انواع الخضر والفاكهه، طبعا عماله ودكاتره ما شاء الله يعني على اعلى مستوى. نتمنى ان احنا في يوم نوصل ان احنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من انتاج الخضر والفاكهه، وان احنا نقدر نصدر ده كمان للدول العربيه المحيطه بينا، وان احنا نسد الفجوه الغذائيه. طبعا في
مشروع متكامل مع ده اللي هو مشروع الدلتا الجديده 2.2 مليون فدان، هيتزرع منهم مليون فدان. المفروض ان ده يعني التوجيهات انه يخلص خلال سنتين، فده شيء يعني هيبقى شيء مميز جدا يحقق لنا امن غذائي. و فالصوب الزراعيه من السهل جدا ان احنا نعمل منها اكتفاء ذاتي من على الاقل محاصيل الخضر. ويعني شكرا جزيلا لحضراتكم، واسف على الاطاله مره ثانيه، وشكرا وشكرا. شكرا لك دكتورة هبة، ونشكر جدا على مجهودك والبرزنتيشن الجميل. يا ريت حضرتك تشيل البرزنتيشن عشان نبدا الحوار مع بعض. دكتور الجابوري طبعا علامة ذات ذو الخبرة اللي احنا بننتظرينها في الحتة في النقطة دي. أنا الحقيقة دكتور هاني يعني حطيت لها صفقت يعني مسألة، بس يعني طالما أنت بديت معي خلص. أنا مسرور جدا أسمع الدكتورة هبة الحقيقة لأول مرة، بس محاضرة كانت ممتعة جدا وعملية جدا ويعني تطبيقية. أنا شايف أنه يعني عملية ممتازة، ويعني أهنيك على المحاضرة، وأتمنى تكتبي لي مختصر. النشرة الإخبارية للجمعية راح تصدر شهر قادم يعني هذا أوغست، فاكتبي لي مختصر نص صفحة عربي إنجليزي. وهذه المشاريع الجديدة يعني الشرف واحد ينشرها بالمنطقة العربية يقول عندنا هيك مشاريع، فأنتظر من عندك خلاصة صغيرة دكتور هاني يمكن يعطيك. إن شاء الله يوصل، توصل بإذن الله. لكن يعني إحنا عايزين حضرتك دكتور جداً طبعا الكلام بتاع حضرتك يعني لما يكون صادر من حضرتك يعني شرف لي والله يا دكتور. أنا دائما عندي بس سؤال يعني صغير حتى ما أخذ يعني كلام الآخرين. اقتصاديا إذا أرد أقارن المبيد بال يعني إطلاق الأعداء الحيوية، أنا تعرفين أشتغل بالمبيدات كثير وأشتغل باللاين هذا من زمان، فأرد أعرف يعني إذا أنا عندي مبيد مثلا مبيد كيميائي مثلا أو مع 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 إطلاق، كيف يصير السعر؟ كيف تقارني اقتصاديا؟ اقتصاديا هو طبعا هنقول ان المبيد يعني لو انا اتكلمت على البيولوجيكال كنترول هتبقى اغلى في ثمن العبوه ممكن، لكن في العائد اللي هيجيني بعد كده لا هيبقى مختلف، لان انا بسوق منتج مختلف خالص بقى. يعني المنتج اللي هيطلع لي من استخدام المبيدات ممكن يبقى فيه متبقي للمبيد، ده بيتسوق بطريقه، والمنتج اللي هيطلع لي من حاجه معموله بيولوجيكال كنترول. يعني في ناس دلوقتي شركات بتبقى خلاص يعني بتبقى متفقه مثلا مع مزرعه معينه بتنزل ناس من عندها تتاكد ان هم بيستخدموا بيولوجيكال كنترول، ده بتصدر مباشره. يعني طالما يعني بيولوجيكال كنترول ما بتتاخدش منه حتى عينات تيست، لان هو ما بيدخلش خالص اي مبيدات، فبيبقى العائد بالعكس بيغطي ده وزيادة، لأن التسويق بيبقى ليه مختلف خالص. يعني هي مثلا لو ده نبات فراولة وده فراولة، بس ده سعر وده سعر تاني خالص، فبيغطي العائد ده بكتير. لتعقيب صغير يا دكتور هاني، يعني احنا نستخدم الصوب أو نستخدم الجرين هاوسز، اللغة العربية تقول نستخدم الدفيئات، وإحنا بالجمعية العربية لوقاية النبات نستخدم الدفيئات. يعني أنت إذا كتبتي الصوب راح أصلح أكتب جنبها الدفيئات، وبالعنوان اتمنى تشيلين الاي يعني اكارين اي، لانه انت عندك جمع فارفع الاي حتى لا تنزل باليوتيوب غلط. اكارين اي ما يجوز، اكارين كذا. تمام دكتور، تمام. ان شاء الله. اوكي شكرا لك. شكرا دكتور. ارجع لك اذا ما في جواب بعد يعني. دكتور احمد سند، تفضل دكتور احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الشكر لك يا دكتورة هبة على المحاضرة الجميلة ديت، وإذا اتسع صدرك لبعض الملاحظات أو التساؤلات اللي ممكن حضرتك تفيدينا بيها. أول حاجة لاحظت الإحصائيات بتاعت أعداد عائلة الفيتوس دي في الأول هي قديمة شوية، لأن الأرقام اللي تسجلت في العيلة ديت زادت من 1700 عدت الرقم ده شوية. حاجة تانية حضرتك وانت بتتكلمي قلتي المجموعة الرابعة اللي هي المتخصصة بتاعت البونين ملهاش دور في المكافحة الحيوي، والكلام ده برضو اعتقد محتاج يتراجع لان اتفضل في الصور يعني ما بيستخدموهاش في الصور. لا برضو محتاج الكلام ده يعني يتأكد عليه، لان في دلوقتي اتجاه لان الحاجات دي يبقى لها دور اكبر لان لها مميزات. تساؤل تاني حضرتك قلتي في إسماعيلية بيشتغلوا بالمكروبيلس وبيربوه في الصوب جنب أماكن الزراعة على طول. إحنا في محاضرات قبل كده أو في لقاءات سابقة كنا بندور على المكروبيلس، هل موجود فعلا ولا مش موجود، وطلبنا اللي عنده يا جماعة عينة يتفضل ويبعت لنا منها
كم فرد بس نتأكد من هوية الأخ ده، عشان في أخطاء بتحصل ساعات في اللون بيقولوا عليه أو ما بيقولوش عليه، فالفيصل في الموضوع ده العينة والشريحة. حاجة كمان حضرتك جبتي سيرز كيوكيميراس بيستخدم حديثا، لا ده من أقدم الحاجات اللي بتنتج الكيوكيميراس، وهو كان يعتبر حاجة نقلة بعد استخدام النيوسيولاس باركري في مكافحة التريبس أعتقد في شمال أوروبا. لما ظهر الكيوكيميراس عد أو تلافى بعض العيوب اللي موجودة في الباركري، وبقى يستخدم بكثافة من التسعينات. آخر نقطة عايز أسأل حضرتك عليها، التجارب بتاعة التفاعل ما بين المفترسات، هل دي تجارب شخصية لحضرتك ولا ده ريفيو؟ لا ده يعني بعضها تجارب ليا وبعض تاني ريفيو من طيب هل ابحاث. نطمع ان جزء من ابحاث حضرتك او كلها ينزل على الموقع عند الدكتور هاني عشان الاستفادة منها؟ بقى يعني شرفني يا دكتور، والله شرفني حضرتك. شكرا دكتورة، كتر الف خير، شكرا شكرا لحضرتك جدا. شكرا شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا دكتور احمد. دكتور فرج، ايوه السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا مساء دكتور. الدكتور، تحياتي لكل الجروبز اللي مع حضرتك ومعانا، يا اهلا وسهلا. ويشرفني يعني بشارك معاكم في المحاضره، وشكرا دكتوره هيبه على المحاضره القيمه. لكن السؤال باختصار، الحقيقه ده كان موضوع الدكتوراه بتاع سنه 92 في روسيا، اللي هو اطلاق النيوسيلاس كاليفورنيكاس ضد العنكبوت الاحمر. السؤال هنا، لما انا برش طبعا انت عارف الخيار والطماطم وكده بيجي عليها امراض اللي هي امراض نبات، وبضطر ان انا ارش مبيدات اللي هي مبيدات الامراض، ده تاثيره ايه على الاعداء الحيوانات ناتشورال انيمالز؟ طبعا يعني اكيد هيبقى ليه تاثير على الاعداء الحيويه، لان يعني دي طبعا يعني مركبات كيميائيه، فهو المفروض ان انا يعني طالما انا بستخدم يعني ناتشرال انيميز، انا بحاول ان انا يبقى كل الشغل اللي معايا يبقى كله يعني حاجات طبيعيه، يعني انا ممكن اتدخل باي اي شيء طبيعي انه ما يضرش العدو الحيوي الموجود عندي. حضرتك عملت تجارب يا دكتوره هبه في كده؟ بقى لا والله يا دكتور، لا يعني هي الحاجات اللي انا ذكرتها في الموضوع ده ريفيو. طيب السؤال الثاني من فضلك بعد اذنك، يعني بالنسبه دكتور فرج لا تعبر هاي النقطه، النقطه مهمه جدا هذه. المبيدات الفطريه بشكل عام يعني تاثيرها قليل على الاعداء الحيويه، خاصه على الفيتوسيدي، يعني الكربندازيم مثلا ما ياثر كثير. مجموعة كثيرة من البافستين والمبيدات اللي يستخدم بالباودري مايلديو أو يعني البياض الدقيقة أو البياض الزغبي قليلة التأثير على الأعداء الحيوية، لذلك تكون كومباتبل مع الأعداء الحيوية. شكرا لك. شكرا يا دكتور. جزيلا لحضرتك يا دكتور. السؤال الثاني بعد إذن حضرتك يا دكتورة، لو يسمح يعني. تفضل يا دكتور. بالنسبة بقى لل يعني أنا بيوعى دلوقتي الفيتوسيلس بسميلس والكاليفورنيكاس نيوسيلس كاليفورنيكاس. طيب السؤال بقى هنا في العبوة نفسها، بيبقى الحامل ايه مع الردة؟ يعني الفيتوسيلس مثلا لو عندك فكرة. الفيتوسيلس هو عموما هو يعني متخصص على التترانيكاس فقط، فهو لو بتحمل على حبوب لقاح، لان هو يعني ما بت يعني بتبقى، وهي دلوقتي يعني احنا تواصلنا في زميله معانا في القسم دكتوره مريم جرجس، لو حضرتك لاحظت هتلاقي اغلب العبوات موجود عليها شركه كوبر، هي تواصلت مع الشركه وليها فرع حاليا في مصر وبتنزل العبوات دي، يعني هي يعني المفروض ان انا باخد العبوه وبطبق على طول، يعني انا ما بخليهاش عندي، لان بالذات الفيتوسيلس حاول ان هو يتطبع على اكتر من يعني من ارتفيشال دايت، الموضوع ده ما نجحش قوي، فيعني مش بيقعد فتره طويله لان هو متخصص فقط على التترانيكاس، فبالتالي انا باخد العبوات لازم اطبق على طول، والشركه دي هي لما تواصلت معاهم هم كمان قالوا لها ان احنا يعني نازلين ببعض المركبات، وهم مش بس بيكتفوا ان هم بيدوك العبوات، لا هم بينزلوا كمان يطبقوا، يعني بينزلوا هم يطبقوا وفريق عندهم بيتابع لو انت ما عندكش الخبره الكافيه لتطبيق ده، فالشركه دي حاليا موجوده في مصر ونزلت بعض يعني مش كل المنتجات متواجده حاليا في مصر، بس ممكن تعمل لها شيبنج يعني، لكن حاليا موجوده في مصر ببعض المركبات دي وخصوصا الفيتوسيلس متواجد. شكرا للدكتوره هبه. في الدكتور محمد عنده اي استفسار؟ دكتور محمد نتناقش مع بعض.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور، تفضل. أنا دكتور محمد علي عبد الونيس من كلية الزراعة جامعة القاهرة. أهلا وسهلا دكتور محمد. أنا شخصيا أنا بنتج المفترس وبعبيه. أحيانا لما أروح أعرض المفترس على حد، طبعا بيبقى عندي صواب لإنتاج العنكبوت اللي هو الآفة، وعندي صواب لإنتاج المفترس. فكانت المشكلة اللي بتقابلني لما أروح أعرض المفترس على حد يكون جربه قبل كده، طبعا بيلاقي لما كان بيحطه محدش بيتابع معاه، أو اللي بيتابع ما عندوش خلفية بمكافحة الآفات المصاحبة للعنكبوت الأحمر. فالمزارع أو الفلاح بيتصرف من دماغه ويستخدم المبيدات اللي بيلاقيها قدامه في السوق، أو بيجتهد يعني، فبتحصل مشكلة. المشكلة في يعني اللي بتبقى سبب رئيسي لإخفاق أو فشل عملية المكافحة الحيوية، هي أول حاجة إن أنا أستخدم كمية قليلة. طبعا ما بيبقاش حد حاسب الكمية اللي بينزلها الفلاح، وغالبا بتبقى أقل من المطلوب يعني. تاني حاجة واللي هي المهمة جدا، المبيدات الحشرية. طبعا أنا لما بقول للفلاح ما تستخدمش أي مبيدات حشرية، أنا طبعا بحجمه بشكل هو ما بيعرفش يتصرف. لما بيبقى عنده مشكلة تاني بالتريبس أو الذبابة البيضاء، وأقول له ما تستخدمش، لا مش هيسمع كلامه، وهيستخدم حتى من ورايا، وهي إيه، هيأذي نفسه، هيموت المفترس اللي أنا نزلته له. طيب أنا لازما أديله بديل، يا إما أديله لستة بالمبيدات الأمنة لكل آفة بتقابله على حسب المحصول. طبعا هل هو زينة أو خضار، كل محصول خضار بيبقى برضو ليه مجموعة من الآفات. الفاصوليا بلاقي إن الآفة رقم واحد العنكبوت، بعدها الذبابة البيضة اللي بيبقى عندها صناعات الأنفاق، والذبابة والتريبس أحيانا. فأديله حلول مبيدات بديلة يستخدمها في حالة استخدام المفترس، مبيدات أمنة على المفترس. المبيدات دي مش معناها إنها أمنة إنها تكون غالية أو سعرها عالي فيزود التكلفة على المزارع، لا. المبيدات دي بتبقى منتقاه من الموجودة في السوق. يعني أنا المبيد لو هيموت حتى 30% من المفترس، أنا بالنسبة لي هو شغال معي كويس جدا. فأنا لازم أنا أديله لستة، وقت ما بديله المفترس أبوزع عليه المفترس، لازم أنا أديله لستة بالمبيدات اللي هيستخدمها معاه، عشان حتى لو أنا مش موجود وحصلت عنده مشكلة بآفة تانية يتصرف على طول ويشتغل من الليستة اللي أنا عطاه. ودي مهمة جدا جدا جدا، لأن الفشل في الغالب يعني بيبقى من استخدام المبيدات. معظم المبيدات الفطرية أمنة على المفترسات، بقول المعظم، لكن في بعض المبيدات بتبقى لها أضرار غير مباشرة، يعني ممكن ما تموتوش مباشرة لكن تخلي الريتو في البرودكشن بطيء، معدل وضع البيض يتأثر، تتأثر على طور معين من الأطوار وهكذا، فتخلي دورة الحياة تطول شوية. فأنا ده كله بالنسبة لي إعاقة. في بعض الدكتور الجبوري كان لسه ذكر دلوقتي الكربندازيم. الكربندازيم بيأثر على الفيتسولس برزيملس بشكل واضح جدا يعني. و يعني احنا بنوصي يعني لما نستخدم، لما يجي لنا مثلا أمراض فطرية بستخدم معاه الكربندازيم، بديله البدائل بتاعته. وعندنا لستة كبيرة جدا بالمبيدات الفطرية والحشرية اللي المفروض المزارع يستخدمها يعني أثناء ما أنا بحط المفترس. احنا جربنا طبعا المفترس اللي بنجمعه، طبعا بنجمعه بطريقة الشباك ونحمله على فيرميكيولايت مرطب، بنخزنه في التلاجة ممكن لعشر أيام كمان. أنا أصلا أنا دكتوراه قوارض، لكن أنا حبيت المجال بتاع المايتس ده. يا أهلا بك. وبنربي وبنطبق يعني على لارج سكيل حقيقي. كمان بنعمل تأكيدا على كلام حضرتك، الموضوع إطلاق المفترسات مش أي مزارع فلاح مصري بيكون بالموضوع ده، هما مجموعة معروفة وبيصرف فلوس، وبالتالي الشركات او حتى الافراد، في بعض الشركات او من افراد بداوا يعملوا صوت، وبدا هو اللي يتابع مع المزارع الموضوع اللي تشكي، حتى اللي يشوف العينه الاصابات ومعدل الاصابه وعلشان ده في وشه هو ده. يعني اللي انا عرفته انه في تعاقدات، يعني المزارع في حته كبيره بيروح للمنتج للفيتوسيلاس بريسميس او اي فيتوسيلاس كمان، ويقول له انت مفروض انت معايا السنه دي، فبيتابع معاه من اول من A to Z. ده حقيقي.
حقيقي. هو المفروض ان انا بقى نعم بقول المفروض بيوصل له المفترس ويتابع معاه لاخر الموسم قبله فتره معينه لحد ما يطمن على لكن في نوعيه تانية من المزارعين يعني واحنا بنعلمهم باستمرار ويا ريت عددهم تزيد معانا كل سنه ان هو بيشتري مني المفترس بس وبيشتري مني عدسه 60 اكس ويتابع ويصور لي ويبعت لي دولك مزارعين عاديين هقول لحضرتك دولك يعني ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا على فكره نتمنى ان هم يزيدوا لكن هم عددهم حقيقي انا طبعا لان انا لما بنزل لازم اعلم المزارع وافرق اوري له بالعدسه العدسه بتتركب على الموبايل وكل الناس معاها موبايلات بكاميرا دلوقتي بيحط العدسه 60 اكس مع الزوم بتاعه ممكن يكبر للمفترس ل 180 ضعف او 240 ضعف وهو واقف في الغيط كده ويبص ويشوف البيض ويميز بيض المفترس عن بيض التيترانيكاس ده المزارع العادي وبعد ويقول لي عايزين نزود طبعا بياخد دفعه اساسيه لو عايز بيزود تاني يعني هو بيشتري مفترس بس يعني احنا وصلنا في بعض الاماكن لنوعيه مزارع فاهم يعني ايه مفترس وبتعامل معاه هو يقول لي اديني الليسته واديني المفترس وبس طبعا ايه هيوفر عن من الثمن المتابعه فالنوعيه دي بدات تزيد يعني وبتهتم واللي بيجرب المفترس سنه وبينجح معاه بيطلبه كل سنه وبيحجزه قبلها بفتره يعني إذا عند دكتور محمد إذا عندك محاضرة ليش تكمل الناس يعني معلوماتك خلاص جميلة خلاص هو المحاضرة هيقولها دكتور ما تلاقش إن شاء الله معلوماتها حلوة يعني خليها تصير بمحاضرة يعني ماشي دكتور يعني محمد الدكتور إبراهيم إن شاء الله خلاص كده وثقنا المحاضرة بإذن الله إن شاء الله نجهز محاضرة بإذن الله إن شاء الله شكرا دكتور محمد في ما شاء الله دكتور محمد يعني جزاك الله كل خير على المعلومات اللي حضرتك قلتها وفعلا يعني شغل بسم الله ما شاء الله يعني وفعلا هو حضرتك اشرت النقطة اللي هو ان انا لو عملت اطلاق للمفترس بنسبه قليله يعني معروف ان الفيتوسيلس كفاءته عاليه جدا في التحكم في التيترانكس انما انا لو عملت لو ريليز منه لا ما بيقدرش ان هو يعني فعلا ان هو يدي كفاءه في الـ في الـ في التحكم فيه هو يعني افضل نسبه ان انا اعمل يعني يبقى لكل بريدتور 5 بري بيبقى يعني بيدي كفاءه عاليه جدا في التحكم دكتور حسين رزق معانا يحب يتفضل بتفضل دكتور حسين دكتور حسين استاذ الاقاروس بكليه الزراعه جامعه اسكندريه اهلا بحضرتك دكتور حسين الصوت انميوت يا محمد افتح السماعه المايك افتح السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور حسين هاني ازي حضرتك انا بنشكر حضرتك على المحاضره القيمه دي من الدكتوره هبه وبنشكر الدكتوره هبه على المعلومات الجميله اللي الواحد استفاد بيها انا شخصيا يعني وصديقي العزيز الدكتور ابراهيم الجبوري حبيبي نتعلم من حضراتكم والله يا دكتور جزاك الله خير انا طبعا حسين رزق استاذ ورئيس قسم الحشرات والحيوان الزراعي في زراعه اسكندريه الشاطبي يمكن انا النهارده انا يمكن مش متخصص قوي في البيولوجيكال كنترول للمايس لكن انا استاذ اكارولوجي اساسا النهارده من يومين جالي بحث للتحكيم من مجله السيستماتيك اند ابلايد اكارولوجي وجايه لي يمكن كانت بيولوجيكال كنترول على البلات سوشيس مالي عامل مقارنه ل البيولوجيكال فاكتورز بتاعه البلات سوشيس مالي وبيربيه على الفروزن ايج بتاع التايروفاجس بتوسينشيا يمكن انا الفكره يمكن ما عجبتنيش قوي لان امكانيه الحصول على الفروزن ايجز بتاع التايروفاجس بتوسينشيا من موست كالشر وبيجيبوا عن طريق سيفنج للتربية بتاعته فعشان أنا يمكن بعيد عن التكنيك ده بس اللي يعني صاحب البحث راجل عالم كبير جدا في مجال الأقراصات وهو إيكرمان يمكن الدكتور الجبوري عارفه كويس جنوب من ساوث أفريكا هو جاي لي للتحكيم فأنا قريت البحث حطيته على جنب بس عليه شخصيات عليه أسماء قوية يعني فلا انا بعد ما سمعت المحاضره دي هرجع اقراها تاني كويس واستفدنا جدا من الدكتوره هبه وبنشكرك على المحاضره القيمه ان شاء الله ننتظر لحضرتك دكتور حسين في حاجه خاصه بالستورد برودكت يعني انت حضرتك وعدتني ان شاء الله في القريب باذن الله الستورد برودكت ان شاء الله والله ان شاء الله ان شاء الله دكتور هاني بس تعقيب على دكتور حسين صديقي دكتور حسين طبعا الحقيقة أول ما نستخدم الستور برودكت مايت كغذاء للأعداء الحيوية هم التشيك يعني استخدموا التيروفيغاس بوتريسنتي واستخدموا الرايزوغليفاس فهي المجموعة كلها استخدموها بالتشيك أول ما بدأوا بالتجارب
وبعدين استخدموا اكثر انتشار. طيب الاستعمال من ناحيه الابلايد دكتور او من ناحيه اللوجيك يعني ده متاح؟ يعني انا مش مقتنع او يعني مش عارف. بالعكس يعني تربيه الستور برودكت مايت يعني زي الاكار السايرو عندكم انتم بمصر تربيه سهله ماشي. طيب اللي هو كطير كستور برودكت سهل ان انا ممكن اربيه. هل بعدين تاثيره على النبات قليل؟ يعني الجماعه يمكن اعرف مني بالتجارب يعني تاثيره على النبات قليل لذلك ممكن تستخدمه. يعني احسن ما تستخدم البولن جرين للفيتوسيدي بشكل عام ممكن. وعندي تعليق صغير على اخويا محمد دكتور محمد فضل. كل مبيد فطري اذا بي بتركيبته ثايو اللي هي الكبريت راح ياثر على الحلق على المايت. دائما لما اقرا التركيبه للمبيدات بشكل عام الفطريه يعني الايزوكسي ستروبين مثلا لما ارش انا على النبات اكون امين، بس لما ارش مبيد اخر اللي بي ثايو من اسمه يكون ثايو هذا راح يكون يعني خطر. والحقيقه يعني نقطه مهمه جدا هاي لازم واحد ينتبه لها يعني دكتوره هبه ولا دكتور احمد سند. حقيقه دكتوره هبه كملت المحاضره مال دكتور احمد سند يا دكتور هاني، وان شاء الله نسمع من دكتور محمد ايضا يكمل. يعني محاضرات جميله جدا انا شايفها ان شاء الله. طبعا مش عايزني نطول عليكم وفرق التوقيت في بعض الزملاء. دكتور هاني ممكن تعليق؟ تفضل دكتور فرج تفضل. أيه. هو حضرتك بالنسبه للستور برودكت انا عملتها او ربيت الاكاروس فاروس سنه 92 وربيت عليه اللي هو نيوسيلس كاليفورنيكاس وكان ناجح جدا جدا جدا. بتربيه في ايه يا دكتور؟ على ايه يعني؟ بربيه على الرد. على الرد يعني بتحطه في كبسات وتحط في معاه الفيتوسيدي ولا بتحطه على ورق؟ يعني التربيه الصغيره بيبقى لو طبق بتري مثلا 16 او 15 ورطوبه 80% وبعد كده بحط الاكاروس ان شاء الله بينجح. وبعد كده بتحط الفيتوسيدي في علبه او طبق بيتري ودانه قاعد يعني في لا يعني بحط طبق بيتري اللي هو الرده تمام. وبعد كده بحط اكاروس فارس او اللي هو الستور برودكت مايتس. وبعد كده بعد ما بيتربى ويبقى فيه كلشر بحط عليه المفترس بطلق غير المفترس في نفس الطبق وبعد كده بيتكسروا الاثنين مع بعض وهكذا. وبعد كده لو عايز بقى صواني كبيره ممكن اعملها على سكيل بقى واسع يعني. تمام. الحاجه الثانيه السؤال بقى اللي بساله بقى لحضراتكم يعني طبعا. انا ما بقى عندي العبوه بتاعه الفيتوسيلس بريسيميلس هو بيتربى على ايه؟ يعني هو بيحفظه على ايه عشان يجيبوه لي الشركه بتحطه على ايه؟ انا شفت حاجه زي خميره اللي هنا لا اللي في الغالب اللي في مصر في صوب بيربيها على الفاصوليا في الصوبه وبعد كده محتاج ياخد العبوه اللي كان العبوه المفترس. لا ما اعتقدش في مصر احنا بنحاول. في نوعين في نوعين اتفضل يا دكتور. احنا بنحاول في نوعين هي هبت جاوب اتفضل. يعني بنحاول ان احنا نعمل ارتفيشال دايت ونقدر نشيله ونعمل عبوات لكن الميثودولوجي احنا مش وصل. يعني بنحاول نعمل الفود يعني حد يا دكتور عنده فكره عن الميديا اللي بيبقى موجود عليها الفيتوسيلس بريسميلس؟ هو مكوناته كفرادة جوه العلبة موجودة لكن الكومبوننت والتكوينة وهل جوه العلبة ونسبة ده بيقعد فترات طويلة في العبوة وما بيحصلش حاجة ولا عقين ولا غيره. صحيح. فدلوقتي الحاجة دي يعني السر نحاول نوصله. لو وصلنا له تبقى حاجة جميلة جدا. حتى ان احنا الفيتوس حتى التترانيكا سيورت ده معاناه. يعني لو ربيت عملت كالتشر من الفيتوس الفيتوسيلس وقدمت له التترانيكا سيورت كانت عايز جيش وراك لانه شره جدا للاستهلاك التترانيكا سيورتيكا وصعب انك انت تواليه. انت اللي بيربي في صوبه لفتره محدده ويشيل العينه في ايس بوكس ويروح للمزارع يعمل له ريليز للورق على ورق على المحصول بتاعه على المساحه اللي هو هيتم المعالجه فيها. لكن ان هو يشيلها في علبه دي احنا بنشوفها في الفيديوهات او لكن في داخل مصر انا لحد علمي ما فيش يعني. انا اتمنى يعني هي حاليا اللي هي الشركه بتاعت كوبرت عاملاه فعلا في العبوات دي وهي بتبان انها تكون مثلا محمله على رده بس هو اكيد يعني هو انت بتبلغ ان هو انت عايز مثلا تكافح وهو بيبعت لك ما هو احنا بنتكلم مجرد بس وقت الانتقال يعني انت يا دوب هتطبق على طول يعني احنا بنتكلم على جوه اللي ايه اللي جوه العلبه بنتكلم على جوه العلبه احنا نقدر نعمله نحاول نعمله هو الارتفيشال دايت لو كان انا شفت ابحاث كتير يضيفون البولن جرين بكميات قليله. اه
يضيفون البولن جرين بكميات قليله جدا مع الرده او مع الفيرميكولايت يمكن احد الاخوان ده يذكر. نعم. ويضيفوه بكميات قليله جدا ويطلقوه عاده يبيعوه بشكل مبرد الى حد ما، فتكون يعني الاطوار الاولى هم ايضا ما يطلقون الاطوار المتاخره، الاطوار الاولى يطلقوها عاده يبيعوها اعتقد الالف او الالفين يبيعوها بسعر ايضا مو قليل، بس بشكل عام تجي مبرده فتكون هادئه يعني الاستهلاك لها قليل. بس دائما الافضل انه انت تطلق مثل ما قال اخونا الدكتور محمد، يطلق النبات بشكل عام، وحتى كوبرت نفسه والهولنديين بشكل عام يستخدمون خيار يعني ورق الخيار يقطعوه بشكل صغير ويوزعون ورق الخيار افضل مما يستخدموه. هو ده اللي بيعملوه في داخل مصر الشركات او وهذا الحقيقه يعتبروه أكفأ من طريقه اللي يحطه على الفيرميكولايت وغيره. بعد اذن حضرتك دكتور هاني، انا اشتغلت سنه في مزرعه الزهور بالمحمله الفيتوسيلس برزيميلس على الفيرميكولايت الناعم، طبعا كنت برطبه بنسبه رطوبه كده عشان ما يحصلش يعني ديهايدريشن للافراد، وكنت بحفظه في الثلاجه لمده اسبوع 10 ايام واشتغل منه. بس طبعا الشغل اللي عملناه واشتغلناه بورق الفاصوليا افضل بكتير جدا من التعبيه، لان التعبيه ما فيهاش ولا بيض ولا افراد صغيره ومعظمها اناث، اكتر من 75% او 80% من الافراد اللي متجمعه في الفيرميكولايت دي بتبقى اناث، فبالتالي هتلاقي نسبه الجينيريشنز اللي جايه بعد كده النسبه الجنسيه فيها او السكس ريشن ما تبقاش مظبوطه معايا، فما بيتكسرش ولا يزيد ولا يعمل لي ريدكشن للتيترانيكاس بسرعه. الشغل بالفاصوليا او بالاوراق السليمه بيبقى عليه الافراد الكامله وعليه البيض وعليه الذكور وعليه الاناث، عليه الافراد اللي هي النيمفز واللارفز، فكل ده يعني مجتمع بوبيليشن متكامل، فبينزل الغيط يشتغل على طول. لكن بالنسبة للتعبية بنعبي بنجمع الصبح وآخر النهار، لأن في خاصية في الفيتوسيلس برزيميلس إن هو أنا آسف يا دكتور محمد، اتفضل حضرتك خليني المحاضرة بتاعت حضرتك عشان الوقت، وما تحرمناش إن شاء الله إن حضرتك تجهز المحاضرة دي في أقرب وقت، إحنا منتظرينك أول ما تقول لي. سؤال يا دكتور هاني لو ممكن اتفضل سريعا عشان الوقت هيقفل يا دكتور. والله اخر سؤال، انا محتاج عجوه او عينه من نيوسيلاس كاليفورنيكاس، لو حد عنده ممكن يتواصل معايا بعد اذنك ان شاء الله. الزملاء سامعين واحنا نتمنى طبعا، الموضوع حساس جدا، الموضوع جميل اللي المفروض احنا كلنا بنبدا فيه وبنشتغل فيه. واي حد من حضراتكم طبعا، دكتور محمد خلاص ان شاء الله كده هيقول محاضره، والدكتور حسين جاهز نفسه ان شاء الله، لما يكون جاهز في اي وقت يشاور بس، واحنا معك على طول دكتور حسين باذن الله تعالى. شكرا لكم جدا، وشكرا للدكتوره هبه اللي فتحت لنا الموضوع ده تكمله للدكتور احمد سند في المحاضره السابقه، والدكتور زياد هو كان للاسف زياد ظروف بس عنده ما قدرش يحضر معانا، وفي طبعا بس حابب اسلم على الدكتور مالك، الدكتور مالك من السودان وهو موجود في الهند وموجود معانا، بالاضافه للدكتور عيد. It's my pleasure to introduce you, دكتور هاني. في اتفضل يا دكتور. معلش قبل حضرتك ما تقفل بس عايز استفسر من دكتور ابراهيم الجبوري عن حاجه. اتفضل. بما ان له خبره واسعه في موضوع المبيدات واحنا اثرنا نقطتين هنا، ماشي يا دكتور اقل من كده كمان. طيب. اثرنا نقطتين هنا بالنسبه للمبيدات الفطريه واستخدامها ومدى تاثيرها على الاعداء الحيويه. المبيدات الفطرية عموما، هل في حاجة اسمها توافق ما بين الأعداء الحيوية والمبيدات، ولا ده مجرد ترويج لبعض المركبات وخلافه، وان التأثير بتاعها بيبقى كده كده لها تأثير متدرج، او يعني ايام يكون المركب وخلافه لكن له تأثير على الأعداء الحيوية. الحاجة الثانية، لو انا عندي اصابات فطرية وانا شغال حيوي، ليه ما بلجأش للمكافحة الحيوي للفطريات؟ ايه اللي بيضطرني ان انا استخدم مبيدات؟ دكتور غير كفو الحقيقة، المكافحة الحيوية للفطريات يعني من أجل استخدم ترايكوديرما مثلا أو استخدم الفطريات اللي هي الباسيلا السبتلس وغيرها، حقيقة غير كفوة يعني، أنا أقول لك غير كفوة على. بس بالنسبة للمبيدات دائما يعني كوبرت أو بايو باي أو بايو فلاي أو بايو بي يطلعون دائما لستة أنه هذا كومباتيبل ويا، يعني كل مبيد كومباتيبل مع
ويعني هذا الحقيقة موضوع إن شاء الله نناقشه مرة أخرى، بس أنا بدأت يعني أشكر دكتور هاني على الجمعة الزميلة هاي الجميلة. الوقت خلص، حتى كمان أنا هقدر أسلم، بس يعني أسلم على الدكتور وليد كعكة لسه داخل دلوقتي، معلش يا دكتور وليد، ده هو طبعا العدد ما شاء الله كم، ولكن التوقيت خلاص، فسامح استسمحكم عذرا، وإن شاء الله يكون في أقرب فرصة لقاء للتجميع الجميلة ديت. وشكرا، شكرا دكتورة هبة، وشكرا لحضراتكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في المحاضرة الجاية بإذن الله. شكرا لك دكتور هاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. بارك الله عليكم، السلام عليكم.